خيط رحنا معهم على الرحلة، كنا تسلينا شوي. حدا بيروح هيك رحلة بتعب حاله؟ ليش الرحلة تعب؟ ولو طبعا تعب، نحن هون قاعدين ومرتاحين. بس كنا تسلينا معهم. ليش هون ما عم نتسلى؟ خلصينا من الدرس بقى، والله لخليكي بالبول، مو بس بالفرنساوي وبالانجليزي كمان. رؤوف الله يخليك، اشيل هالشغلات لبعد كتب الكتاب. ما بقدر، بدك تعذبيني طول الوقت لبين ما نتجوز؟ لا لا، بس رؤوف بس اوف يي بس يا رؤوف. لا رؤوف بس يي رؤوف خلاص، ما بعرفك هيك. خلص رؤوف، شو هاد؟ خلص رؤوف، شو جنيت؟